نحن في وقفة تضامنية مع أسران البواسل المبعدين عن الطعام، ومنهم المقداد الذي مضى على إضرابه 34 يوم. في هذا اليوم المثنى شقيق المقداد قد أخرج عنه من سجون الاحتلال وجاء متضامنا مع أخيه ومع المضربين جميعا عن الطعام، ليكون ساندا أيضا لهذا الموقف البطولي الجريء. ونحن بذلك سنستمر إن شاء الله في هذا التضامن والإسناد بكل أشكاله، وحتى يتم الإفراج عن المقداد وأخوان المضربين وتحديد وكسر إرادة الاحتلال أمام عملية الاعتقال الإداري الظالمة والتي أكلت من أعمار أبطالنا العشرات بل المئات من السنين. ونحن بهذه الوقفة التضامنية نقرب ونعجل بفرجهم إن شاء الله تعالى. هذه المسيرة الأولى جاءت بعد أيام عديدة من التضامن مع الأسرى المضربين، ونتوقع أن تكون هناك مسيرات في مناطق متعددة وحتى يتم تحديد هذا الأمر الذي اتسع على هذا الشعب، وهذا الأمر الذي يعني لم يعد يحتمل. ونحن اليوم نقف في هذه الوقفة حتى لا نخذل الإخوة المضربين ولا الإخوة الطابعين خلف السجون الاحتلال الإسرائيلي. في هذه الليلة قمنا بمسيرة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام منذ فترة طويلة، وخصوصا الأسير المقداد نجل المجاهد الأسير المحرر الشيخ عمر عبد القادر القواسمي الذي مضى على إضرابه عن الطعام شهرا وخمسة أيام 35 يوما. هؤلاء المضربون داخل السجون الإسرائيلية يطالبون بحقوقهم ويطالبون بتحريرهم من الأسر، لأنهم يقضون حكما إداريا، والحكم الإداري حكم ظالم ليس مسنودا على دليل أو على تهمة معروفة. فالعدو الصهيوني يحاول دائما إذا فقد الدليل على تهمة أحد المجاهدين فإنه يوجه له الحكم الإداري، والحكم الإداري قد يتجدد كل 3 أشهر مرة وكل 6 أشهر مرة أخرى، وهذا حكم ظالم. وهذه الليلة هي ليلة إسناد وتأييد ومسيرة لتجسيد الروح عند الإخوة المضربين عن الطعام، ونأمل من الله عز وجل أن يكون الفرج حليفهم في القريب العاجل. مش تنسيقوا CIA. RPG.